السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شباب، انشغلت بس تأخرت عنكم دقيقتين كده. معلش. خذ راحتك يا شباب. الله يحييك يا رب. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله. خالد باشا، اتكلمنا يا شباب عن التفاعلات في المحاليل المائية، وخدنا أول نوع اللي هي تفاعلات تكون راسب. بعد كده خدنا أمس تفاعلات تكون ماء، وقلنا التفاعلات اللي بتكون ماء هي تفاعلات حمض مع قاعدة لينتج ملح وماء، وممكن نسميها تفاعلات التعادل. يبقى تفاعل التعادل هو تفاعل حمض مع قاعدة لينتج ملح وماء. النهاردة باقي آخر نوع اللي هو يكون أو تكون غاز، تفاعلات تكون غاز. عايزين نشوف مثال على التفاعلات اللي بتكون غاز، ويبقى خدنا الثلاث أنواع من التفاعلات. أيوة مهمة. هذا ما شاء الله الناس عايزين نشوف مثلا تفاعل يوديد الهيدروجين مع كبريتيد الليثيوم لينتج كبريتيد الهيدروجين مع يوديد الليثيوم، وكبريتيد الهيدروجين ده غاز معروف يا شباب ان هو رائحته سيئة جدا، ريحة البيض الفاسد، H2S، ريحة البيض الفاسد. فعندي هنكتب التفاعل يوديد، طبعا التفاعل موزون، 2 اتش اي زائد ال اي 2 اس ينتج، طبعا هنعمل تبادل مزدوج كالعادة، يديني H2S، H2S زائد 2 Li، 2 Li. ايوه، وطبعا هنا عشان أأكد لك حاجة، هكتب لك جنب ال H2S جي، حرف الجي. معناه ايه الجي؟ حرف الجي معناه ايه يا شباب؟ غاز يا ساتر. ايوه كده، خلود الله يكرمك، غاز. معناها غاز. طب يلا بقى نكتبها بصورة ايونات. يا ساتر ما في صوت. لا ما في صوت؟ لا في صوت يا ساتر.
يمكن من عندك يا عبد الله ولا حاجة. عمر، عمر؟ عمر ما اسمع. يمكن من عنده هو. طب يلا يخلوه. نعم السؤال. نكتبها بقى في سورة أيونات. طيب نكتب 2 اتش. ايوه 2 اتش. ايه ايوه 2 اتش موجب. يا ولد يا معلم، ما شاء الله عليك، 2 اتش موجب ايوه زائد زايد برضو الاثنين. 2 اي ايوه اي 2 اي 2 سالب. برافو عليك، ما شاء الله عليك، 2 اي وعليها سالب نعم زائد، زائد 2 لا ما... ايوه 2 ال اي موجب اللي الاي اللي ليثيوم. هو الليثيوم ايوه موجب موجب، برافو عليك، زائد زائد اس ايوه وسالب 2. ايوه برافو عليك. ليه؟ لان فيه 2 موجب هم هنا، يبقى دي 2 سالب على طول، يعني ايوه عليها شرطتين سالبتين كده، او اكتب 2 وجنبها سالب. نعم تمام، ينتج ينتج اللي هو اتش 2 اس. لا مش اتش. ايوه برافو عليك. ليه بقى خلناها اتش 2 اس زي ما هو؟ لأنه مو ما هذا لانه ما غاز. عليه. ايوه لانه غاز ومش هيتفكك، ده هيطير على طول من الايه، حيز التفاعل اهو، يفضل زي ما هو. ايوه يبقى انا عندي اللي كتب جنبيه اس، واللي كتب جنبيه ال، واللي كتب جنبيه غاز، على طول دول بيفضلوا زي ما هم. زائد زائد 2 ليثيوم. 2 ليثيوم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا خالد. هذا وعليه نفس الزا ايوه هذا على موجب ايوه زائد زائد 2 اي سالب 2 اي اللي هو اليود، اليود. وعليه سالب، برافو عليك. طيب حد تاني يا شباب بقى يساعدنا كده ويقول لي فين الايونات المتفرجه؟ يا استاذ بس عندي سؤال قبل. تفضل عمر. ليش حطينا ال H2S مع بعض، وال 2Li حطيناها لحالها، وال 2i حطيناها لحالها؟ ايوه ما انا قلت لك بقى ان في التفاعل اللي قدامي ده بيتكون غاز، بيتكون غاز من الهيدروجين والكبريت، والغاز طبعا هيطير من التفاعل، يعني ما هيبقاش موجود من في التفاعل. زي الصلب، لما تكونت صلب انفصلت من التفاعل، السائل انفصل من التفاعل، لكن الايونات الثانيه هتفضل حره في المحلول. لذلك احنا بنقول ايه؟ ايه التفاعل النهائي؟ يعني خلاصه التفاعل ده ايه؟ خلاصه التفاعل ده تكوين غاز، خلاصه التفاعل يعني اللي بعده الايونات تكوين ماء، خلاصه التفاعل اللي كان قبليه تكوين راسب، لكن الايونات الثانيه تفضل حره في المحلول. الحرة في المحلول هي الايونات المتفرجة صح؟ هي ايوه برافو عليك. انما اللي اتفعلت خلاص، دي ممكن تطير من المحلول خالص، مش هتفضل عندي. يعني لو فكيناه كنا فكنا المحلول صح؟ لا دي مش هتتفك خالص بقى، H2S ما نقدر نفكها. دي هتطير. ايوه دي هتطير من المحلول، يعني مش هتفضل عندك ايونات، دي هتختفي من المحلول كمان. زي الصلب ما تكون كده ونزل في جنب، يعتبر برضو انفصل من محلول، اللي هو ده خلاصة التفاعل كله. انما اللي حر اللي في المحلول بقى ده يفضل حر زي ما هو، عشان كده بنسميها ايونات متفرجه، يعني ما تشاركتش في التفاعل. يلا يا شباب، مين بقى يطلع لي الايونات المتفرجه عشان نكتب المعادله أطلعها هسه؟ النهائيه؟ نعم أطلعها؟ أطلعها هسه؟ طب يلا عمر. طيب الـ 2i السالبة ايوه ال 2 اي سالب، وهنا 2 اي سالب،
والتو ال اي الموجبة. برافو عليك. والتو ال اي دول أقوياء حرين في المحلول، ما حصلش بينهم أي حاجة. مين اللي اتحدوا مع بعض على طول؟ اللي هي بقى تبقى المعادلة الأيونية النهائية. النهائية يعني اللي بتتضمن الأيونات المشاركة في التفاعل فقط. فيبقى عندي اثنين H موجب. H موجب. زائد S. زائد الإس. سالب سالب. ينتج عندي H2S. H2S. وطبعا دي قلنا ايه؟ غاز. يعني كأن كل ده لما ضفته على بعضه كأن فعلت الهيدروجين مع الكبريت ليتكون كبريتيد الهيدروجين اللي هو الغاز. ولو لقيت جنبيه سهم لفوق كده يا شباب ده معناه غاز، لكن لو لقينا سهم لتحت معناه راسب، يعني المادة دي ترسبت. سهم لفوق يعني أنا بقول لك إن المادة ده غاز وطارت خلاص من هنا من المحلول. تمام. طيب نشوف تفاعل تاني كمان. عندنا في تفاعل بسيط برضو صفحة 141. عندك HCl، وقلنا يا شباب الحاجة اللي فيها H تبقى حمض ولا قاعدة؟ الحاجة اللي فيها H زي دي يا شباب حمض ولا قاعدة؟ حمض يا أستاذ. أيوة برافو عليك. ينتج برضه هيطلع عندنا هنا غاز H2S. وده غاز زائد NaCl. يلا يا شباب وانا برضه هكتب لك كلمة غاز هي عشان تبقى عارف. هنا G. طبعا الباقي كله هيبقى AQ، بس انا عشان كله AQ فما بكتب لكش الا الحاجة الشاذة المختلفة بس. يلا تفضل بقى حضرتك التفاعل قدامك اهو، وعلى السبورة بتاعتك كده الله يكرمك واعمله لي بقى في صورة أيونات ونشوف المعادلة النهائية عندنا.
طيب احسنت يا خلود. خالد وزن المعادله، وعبد الله العبدان وزن المعادله اهو. طبعا هنا اثنين هيدروجين، فحط اثنين هنا عشان يبقى اثنين هيدروجين، تكون لي اثنين سي ال واثنين ان اي، حط هنا اثنين كمان. برافو عليك. وزن المعادله الاول، وبعد وزن المعادله بداوا يكتبوا الايونات. يلا يا عبد الله، يا جاسر، عمر لسه. ايوه خالد، برافو عليك، طلع لي H2S غاز زي ما هو. ده توقيع ده ولا ايه يا خالد؟ هاي صح، توقيع بس مو توقيع يعني. ولا اعتماد؟ ايوه لا، هذا ما شاء اعتماد الله. عشان عبد الله العبدان ايوه، شطب اهو على الايونات المتفرجه، شطب عليها في النواتج. وعمر باز ما شاء الله بكتب 100 100 ما شاء الله، الله يكرمك يا عمر. سأطلع عناصر المتفرجة ولا؟ ما انت اشيل بقى العناصر طيب المتفرجة عشان نكتب طيب طيب الحين التفاعل النهائي. ايوه عبد الله، انت شلت من النواتج، شيل بقى مقابلهم من المتفاعلات. ايوه ماشي يا عبد الله. 100 100. اكتب لي بقى يا عبد الله المعادلة النهائية بقى. اكتب المعادلة النهائية يا باشا. أستاذ أنا خلصت، كتبت الأيونات والعناصر المتفرجة، أكتب نهائية بعد ولا خلاص؟ ايوه اكتب النهائية بقى، يعني ايه اللي شارك في التفاعل بس. طيب أمسح هذه. طيب ايوه امسح يا باشا، خلاص امسح. الله يكرمك يا خالد ما شاء الله عليك. وعمر ما شاء الله، عمر بيكتب بطريقه ممتازه. خلاص كذا المعادلة انتهت ولا لا؟ H2 زائد S2 H2S. برافو عليك يا عمر ما شاء الله عليك، هو ده الشغل يا رجالة والله ما شاء الله. ايوه خالد 2H. يا عبد الله، يا جاسر اللي صبرتك فاضية ليه يا عبد الله؟ استا كل ما ادخل اقعد ثانيتين يطلعني، ليه؟ ما ادري استاذ. لا يمكن عندك حاجة ولا النت فيه حاجة ولا كده من عندك، لأن الشباب مستمرين عادي هم، مش ايه مشكلة. شوف يا استاذ، شوف الحين ادخل وشوف. انت دخلت بسبورة تانية اهو. ايه دخلت بسبورة ثانية الحين. طيب شوف اكتب عليها بقى اي حاجة، اكتب كده اي حاجة.
دوس على حرف الاي اللي عندك. استاذ شوف ما مداني كتبت طلعني، رسمت بس اي شيء لا طلعني على طول. انت دوست على حاجه يا عبد الله بيطلع جنب اسمك علامه كده، انت دوست على حاجه غلط. المرسم يا استاذ بس كتبت. لا لا لا، انت ارجع تاني ودوس على حرف الاي اللي مكتوب بالانجليزي كده وجرب. طيب هنا جرب. عمر خلاص، خالد خلاص، عبد الله العبدان خلاص، ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله يوفقكم يا شباب. ايوه عبد الله خلاص بقى، ما تدوس بقى اللي انت دوست عليه المره اللي فاتت، ما تدوسش عليه دلوقتي، دوس على حرف الاي اللي بالانجليزي واكتب اي حاجه بقى. لا طلع نوت عندك نفس. كونكتد مدري ايش يسوي يطلعني. لا لا لا، حد يقول له يا شباب كتبت يعمل استاذ ايه، ما طلع لك. كتبت حد يقول له يعمل ايه يا شباب. كتبت يا استاذ عبد الله. انت الحين تكتب بالقلم حق الايباد مدري ولا بالكمبيوتر؟ لا لا انا داخل باللابتوب الحين، ادخل حطيت حرف الاي كتبت اف دي اف اف مدري، فجأة يقول لي نوت كونكشن مدري ويطلعني. بس انت طيب اسمع، قفل كل الصبورات وبعدين افتح صبورة جديدة. الله ما ادري يعني ممكن. طيب عمر بيوضح لك اهو. قفل كل السبورات. كيف قفل كل السبورات؟ دقيقة سو الصفحات اغلقها كلها. يعني لو تشوف صورة شاشة الأستاذ في ثلاثة سبورات لك باسمك، يعني وكلك ايوه كلها طالع ايوه منك، انا شايف. قفلها كلها. كيف قفلها؟ انا قفلت الموقع نفسه. انا لما اجي افتح سبورة جديدة ادخل على الرابط مرة ثانية، نفس الرابط، لما اجي اخلص منه اقفل الرابط، اقفل الصفحة كاملة. يعني بتقفل التاب من جوجل؟ ايوه اوكي ما اعرف. لسه برضو عبد الله؟ لسه برضه يا استاذ. لما تشوف يا عمر كده قول له اول ما يدخل يعمل ايه ويدوس على ايه. شوف انا داخل من اللابتوب، اول ما ادخل بضغط على الاي وبكتب عادي، ما بيصير شيء. وانا داخل من الكمبيوتر لسه بعد. طيب قول له خالد بتعمل ايه بقى في الاول؟ هو ادخل على الرابط وبعدين اكتب اسمي وادخل على طول ويفتح لي كل شيء. ما في شيء ايه يعني. انا كانت دوس كنت على حرف سويه استاذ اول، تذكر اول لما كانت انتنبورك تحل عادي ما كانت تجيني هذه المشكلة. كنت سويت شيء غلط انا وصارت تجيني، عليها او غلط. يمكن عشان النت. لا لا مش عشان النت، ده هو انت لما بس يمكن بيجيب حاجة جنب اسم. ايه. طب بلاش تكتب اسمك، بلاش تكتب اسمك تاني، جرب كده تكتب على طول، دوس على حرف الاي اللي بالانجليزي واكتب على طول اي حاجة. ايوه بس انا قبل شيء دخلت كتبت اف دي مدري ايش طلعني. جيت تشوف جيت تشوف يعني وش من الزوم الاشكال نفسه تقول؟ ما يطلع لي نت كونكشن مدري ايش يور كونكشن
بعدين تروح على طول يطلعني. كونكشن يعني غير متصل. اوكي شوف انا الصبورة حقتي لما ما اكتب فيها فترة تطلع لي زي كذا، المفروض تضغط كونتينيو. طيب دي خلنا اللي تيجي علامة كذا يعني زي القوس صح؟ ريلود كذا. ايوه لون احمر على فوق صح؟ ما ادري السبورة تكون قدامي فجأة فوق يكتب نوت كونكشن ما يرجعني على الموقع نفسه، كأني ابغى اسوي انا بسوي سبورة يعني. توقع لازم تكتب كذا ما تروح صفحة ثانية، لازم تكون على صفحتك. عن نفس الصفحة أنا. طيب خلاص يا شباب، عبد الله كده بقى جرب نفسك كده مع الشباب هيعلموك يعني. كده احنا عملنا النوع الثالث اللي هو تكوين غاز، وكلهم نفس الفكرة، انت بس هتيجي على المادة اللي مكتوب جنبها صلب وتسيبها زي ما هي، المادة اللي مكتوب جنبها إلا هتسيبها زي ما هي، اللي مكتوب جنبها جي هتسيبها زي ما هي، والباقي هيبقى ايونات متفرجة، وتكتب المعادلة النهائية للي تشاركت في التفاعل فقط. تمام يا شباب، حد عايز حاجة؟ لا يا أستاذ يعطيك العافية. الله يوفقك يا رب، الله يكرمك. يعطيك العافية، ما قصرت. شكرا أستاذ. عفوا، الله يكرمك. مع السلامة.